السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم الفلفل الاخضر بعد شهر من الزراعة، اهم المعاملات الزراعية في هذه المرحلة. طبعا قبل بداية حلقتنا اتمنى تعمل اشتراك القناة ولايك اذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذا شكل الفلفل الاخضر اللي زرعناه بعد شهر من الزراعة، والمفترض انه يكون الشتلة بهذا الحجم اللي لاحظنا امامكم. طبعا في عدة عوامل تأثر على الانتاج بالنسبة لنبات الفلفل، ابرزها التربة والري الماء يعني، ويعني التسميد والمناخ يعني بصفة عامة ممكن يأثر على النمو الخضري لنبات الفلفل. فيعني النبات لو كان بهذا الحجم يعني ما فيش اي مشاكل مع الري والتسميد، ان شاء الله حيزيد حجمه وحيبدأ في الانتاج. فطبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذا الفلفل اللي زرعناه. طبعا من اهم المعاملات الزراعية في هذه المرحلة هي انه احنا نقوم بعزيق التربة بكثرة والانتظام في الري. يعني الانتظام في الري مثلا بنروي كل يومين لانه الحرارة عالية ممكن تأثر على المجموع الخضري، فلازم نروي مرة كل يومين تجنبا لموت أو تجنبا لموت النبات لو لاحظنا أمامكم. طبعا إن شاء الله حيتم الري. لو لاحظنا طبعا قمنا بعزيك التربة وإن شاء الله حيتم الري. لو لاحظنا هذه شتلات الفلفل مثل ما تلاحظوا إن شاء الله، وكذلك حنعطي دفعة من السماد الأزوتي، وكذلك حنعطي أول دفعة تنشيطية من السماد الأزوتي حتى يسرع من النمو. طبعا التسميد إن شاء الله حيكون حنسمد مرة كل أسبوع لغاية التزهير. فقط هذه أهم المعاملات الزراعية اللي لازم نراعيها أو نقوم بها بالنسبة لنبات الفلفل في هذه المرحلة، وإن شاء الله خلال الأسابيع المقبلة نتابع معكم نبات الفلفل وإن شاء الله حنتابعه من البداية لغاية إن شاء الله الحصاد. أتمنى تكونوا استفدتم من الحلقة هذه، وفي سؤال أتمنى تكتبوا أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.